طبعا مثل ما قلنا في الفيديو السابق، قمنا في عمل مجموعة صغيرة الفائقات وكتبنا لهم رسالة ترحيبية. أيضا أستطيع أن أشارك هذه المجموعة كما في الفصول والمجموعات الكبيرة، أعملهم واجبات وأحملها أو جديد اختبارات. أيضا عندنا هني جمب ستارت، هذه خاصية أنا راح أقوم فيها عند الفائقات، هي تستطيع أن تقوم فيها في الفصول وأيضا في المجموعات الأخرى. طبعا هنا عندنا يكون تحميل موجود أو يكون تقوم في إنشاء جديد. لما نضغط على تحميل موجود waiting for upload، ننتظر شوي ثواني. كما تشاهدون هذه هي الصفحة الموجودة عندي. عندنا هني الببليك اكتيفيتي، هي الأنشطة العامة الموجودة هني. يستطيع المعلم استخدام هذه البرامج كمسابقات أو اختبارات للطلبة. موجود مجموعة من الاكتيفيتي كما تشاهدونها. هني عندنا اكتيفيتي جنريتر، وايضا عندي الماي اكتيفيتي، الانشطة التي قام بها المعلم، اي نشاط قام به المعلم مشاهده في هذه الصفحة. ايضا يستطيع المعلم ان يشارك الانشطة عن ضغط شيرد اكتيفيتي. اليوم راح نعمل كرييت انيو اكتيفيتي، نضغط على كرييت انيو اكتيفيتي. تظهر لنا هذه الصفحة عندنا هني، هذه هي صفحة الـ Create Activity. طبعا هني بداية الصفحة راح يحط لك هني Question Type، نوع السؤال. مثلا أنا أختار True and False. هني نضع السؤال، مثلا هني أقدر أحمل صورة عند الضغط على تحميل صورة، أستطيع أخذها من المكتبة أو باللوكل، أو أن أحمل صورة موجودة عندي في الملفات الخاصة بي على الكمبيوتر. أكليك تو أبلود، طبعا مثل ما قلنا هو خاص بأبراج الكويت، أنا أختار صورة الأبراج الكويت وأضغط أوبن، يقوم بتحميل الصورة الآن. أضغط على Edit، تظهر لي الصورة كما تشاهدون هنا. طبعا هو True and False، طبعا أختار الإجابة الصحيحة هي False. وطبعا أستطيع، طبعا هنا ما أقدر أختار اختيارات أخرى، يعني أحط في الإجابات اختيارات أخرى، لأنه هو True or False. هني أيضا أختار مستوى السؤال، طبعا هو نقول easy، ونضغط على save. الحين بروح أحط سؤال ثاني. كما تشاهدون أي سؤال أقوم في كتابته يظهر لي في الجهة اليسار هني، واستطيع حذف السؤال عندي هني من الضغط على ديليت، احذف السؤال. راح احط سؤال ثاني، مثلا نقول multiple choice، اختيار من متعدد. احط السؤال اخر بئر نفطي تم اطفائه. أقدر أستطيع أيضا أن أحمل صورة كما شاهدنا في السؤال السابق.
طبعاً الإجابة أقدر أستطيع اختيار إجابتين صحيحة أو إجابة واحدة صحيحة. هني أحط الإجابات مثلاً برقان، الروتين، حقل العقلي. أستطيع أيضاً إضافة إجابة رابعة. كما تشاهدون هنا يوجد عندنا أربع إجابات، يعني إذا المعلم حط إجابة رابعة تظهر لهني، ولكن أكتفي بالثلاث اختيارات. عند حذف الاختيار الرابع كما تشاهدون هنا وجد لي ثلاث اختيارات. أستطيع إضافة اختيار رابع، عدد من الاختيارات. طبعا كما شاهدنا في السؤال الأول أستطيع اختيار مستوى السؤال، مثلا أقول hard وحط safe. أي سؤال أحفظه كما قلنا في السابق يتواجد في الجهة اليسرى من هذه الصفحة. أضغط على finish يظهر لي هذه القائمة، اسم النشاط مثل يقول تقويم الدرس الثاني مثلا، أقدر أخليه عام أو برايفت. الوقت للإجابة مثلا نختار 10. هنا عندنا السبجكت المادة، مثلا اختار ال سبجكت الجريد الكلاس، اختار من 6 الى 5. هنا عندي المهارات سكيل، وعندي هنا كما تشاهدون اللغة، وهنا فقط موجودة اللغتين اللغة الإنجليزية والصينية. هنا أيضا إذا أنا أبي أحمل صورة، إذا مثلا تبي تحمل صورة من الملف الخاص بك أضغط على سيف. يظهر لي النشاط بالماي أكتيفيتي موجود هنا بالماي أكتيفيتي كما سميناه تقويم الدرس الثاني، ويظهر لي هنا عدد الأسئلة. طبعا أقدر لايف تشالنج إذا كان عندي درس باللايف، أنا هنا راح أقوم في شير، أضغط على شير. طبعا شاركت بالفائقات، مثلا احط لهم هني تعليق، اشاركهم بتعليق مثلا السؤال له درجة. اضغط على شارك. هنا يظهر لي تاريخ نهاية المشاركة، هنا عدد الأسئلة، وهنا من هم الذين قاموا بالمشاركة كما تشاهدون. كما تشاهدون هنا في كود، يستطيع المعلم أن يستفيد من هذا الكود بالحصة الدراسية إذا كانت عندنا هنا أونلاين، أو في الحصة الاعتيادية أن يقوم في إرسال الكود للطلبة ليقومون في حل التقويم، فيكون هناك مشاركة للطلبة. تستطيع أيضا المعلمة أن تشاركهم بالتيمز، جوجل كلاس روم، بتويتر، فيسبوك، أيضا في هذا البرنامج. أستطيع أيضا تجربة هذا التقويم، نضغط على View Activity يظهر لي هذا النشاط، أضغط على تراي، يظهر لنا ويت،
هنا موجود الأسئلة، يظهر لنا السؤال الثاني، هذا السؤال الأول. طبعا لما أضغط على فولس يظهر هنا إذا كانت الإجابة الصحيحة. طبعا ينتقل لي إلى السؤال الثاني، آخر بئر تم إطفاء. طبعا هني التوقيت اللي إحنا حطيناه، راح أحط برقان. هذه هي الإجابة الصحيحة كما تشاهدون. هني يظهر لي start restart or find a new activity، activity جديد. الطالب حال إجابة خاطئة، يستطيع في النهاية هني يشوف الإجابات الصحيحة. وبهذا تم خلصنا من التقويم. نضغط على exit، أضغط yes. وبهذا خلصت التقويم للمجموعة. شاهدنا كيف نعمل واجبات، وعملنا اختبارات، وعملنا أنشطة يقوم يساعد المعلم يقوم بها للطلاب على برنامج إدمودو. بهذا انتهينا، عملنا فصول، عملنا مجموعات، شفنا الفصول الدراسية. ننتقل الآن إلى الكالندر. كما تشاهدون هذه هي الرزنامة، موجود بالأشهر بالأسبوع في اليوم. إذا ضغطنا إلى هني إضافة، راح تضيف حدث مهم. مثلا تبي تذكير، نضغط على مثلا حدث، اسم الحدث اللي تبي تذكره، الحدث أو المهمة. إذا ضغط على مهمة أو حدث، طبعا أختار اليوم، مثلا أختار شهر 11، مثلا 1/11. أختار التوقيت وأختار النهاية، أضف عنوان الحدث، مثلا اختبار طلبة الصف الخامس، أضف وصف اختبار الأشهر، أضغط على إنشاء. طبعا يرجى تحديد التواريخ المناسبة. هني عندي 2، أضغط على إنشاء. كما تشاهدون هني أروح حق 2/11 وأشوف التاريخ. حطيت حدث مهم، أروح أشوفه، أنا حطيت الأحد، التاريخ شاهد هني، حطيت اختبار الطلبة هني، هذا هو الحدث. طبعا هذا بالنسبة إلى الكالندر. أروح إلى أكتشف، يظهر لي هنا بعض الفيديوهات التعليمية كما تشاهدون، ألعاب، تطبيقات، مجموعة من البرامج التعليمية التي يستطيع المعلم أن يشارك فيها الطلبة كما تشاهدون. هنا رسائل، هذه الرسائل يستطيع كتابتها المعلم. هنا يضغط على إلى من تكون الرسالة ويكتب الرسالة، سواء كانت لولي أمر أو طالب، يستطيع تحميل ملف أو رابط أو صورة في هذه الرسالة، سواء كانت للطالب أو ولي الأمر أو إلى معلم آخر. لدينا هنا أيضا البحث، هنا في البحث مثلا أكتب جامعة الكويت وأبحث، إذا كان الجامعة الكويت هي برنامج إدمودو، هني أشوف جميع النتائج الخاصة اللي أنا بالبحث عن جامعة الكويت، مجموعة من هني، سواء كانت منشورات أو أشخاص أو مصادر أو صفحات كما تشاهدون. هذه هي